في يوم ما قريت في الكتاب تاع الامام الغزالي بعنوان تاع الزحف الاحمر، اي انسان مهما كان بسيط يعني في الفكر تاعه او في المستوى تاعه ينجم يفهم واش راه يقول الامام الغزالي، واش راه يسيب لي الامام الغزالي. قال لك: ذاق عن الضرغام يوما غابه وانقطعت من رزقه اسبابه. الضرغام هو اسم من اسماء الاسود. هذا الاسد هذا كان عايش في واحد البلاد، كان ياكل ينافيغي زمانه، هي غابه ياكل فيها يحكم فيها يدير فيها كل شيء، قاعد ينقص الفيكتيف تاع الحيوانات وكل شيء، حتى ولا ما فيها والو، حتى ولا هذا الاسد مهدد في ذيك الغابه بالمجاعه. بقى هو الفهد، الفهد اللي هو ثاني من فصيله الاسد يعني من السنوريات، كي شاف الحاله غابت يعني ضياقت بزاف وشغل كريز، يقول لك اول حاجه يقولها لك، يقول لك: اودي انايا اللي قليل بوجي من هذا المنطقه. هو دار المشوره هو والفهد، قال لها: اودي رانا في هذه الذائقه وهذا الحرب، اشر بما ترى. قال لها الفهد، قال له: يا سبع، القضية راها في ترك الثارة، اللي قلب راسها هذه ما نقعدوش فيها، وهذا أمر معقول. قال له: ودي نروحوا من الغابة. قال له: داكور. قعدوا يتمشوا. دروك هنا يا دروك إسقاط، شوف أنت اللي يناسبك على أي بقعة دير الإسقاط، أو على أي دولة أو على أي قارة أو أمة. دروك كل واحد حتى المتفرج، حبيبنا المتفرج، لا يشوف يدير الإسقاط على البلاصة اللي راه فيها، ولا يقرا في المروك ولا راه في ليبيا ويفهم. قال لك: راحوا من ذيك الغابة. حتى وجدوا غابا حوى من الوحوش عددا، لقاو فيها الغزال، لقاو فيها الزرافه، لقاو فيها الفيل، لقاو كل خير، القنينه، كل شيء، هذاك يقدروا ياكلوا يصيدوا لاباس، وفيها الاستقرار. ولكن الامر المحير انه بصر بالقرد وهو يحكمه. اللي حكم هذه الغابه هو القرد السيد. دروك هنايا كي تولي تشوف انت الغابه، شكون يحكم هالغابه؟ في الاعراف او في الاساطير او حتى في القصص والحكايات الغابره يعني في الزمن، شكون اللي يحكم الغابه؟ الاسد هو ملك الغابه. الاسد قال لك: باصوره بالقرد وهو يحكم. امر محير انك تلقى القرد هو اللي يحكم في الغابه. قال لك: منفوخ كالليثي، نافخينه كالليث، وهو قرده، يومي باللحظ ولا يكلمه. قال لك: غير بعينيه، غير هاك يشوف. يحكم وحده. هنا كي يقول لك يحكم وحده، هنا دير خط يحكم وحده. حتى في الدين تاعنا يوصي بالشورى، يعني حتى الرساله السماويه اللي جات من الله سبحانه عز وجل يوصي خليفته في الارض واللي هو سيدنا محمد، يعني سيد الاولين والاخرين، يوصيه واجب الشورى. قال لك: تكون مرن، وهذه المرونه مطلوبه في القياده، حتى الشورى مطلوبه في القياده. كاين اربع امور تمشي بهم، يقول لك: تمشي بفهم طبيعه المهمه، تقدير الموقف، المشوره، واتخاذ القرار. كامل الدول، كامل القوة، الناس كل تمشي كيما هكا بهذا الربع صوالح، هادو ما تنقذهمش، باه تربح موقف وباه تصلح امر ما. المهم كنا نرجعوا لامرهم شورى بينهم، يجب ان يتشاوروا، ما تكونش كاينه سياسه اقصاء، ما يكونش ذاك الخوف، ما يكونش تردد في طرح الاراء. بالمقابل حتى الانسان هذا اللي يكون في السلطه يقول له: ما يكونش انسان يعني في هذوك السمات الديكتاتوريه ولا حب انا او نرجسي، لان امره لن يصلح يعني ومخططاته ما تصلحش. خاطش علاه راه قلع ديك الحلقه هذه، خاطش هذه حلقات شغل سلسله، يبين لك تسمع الراي والراي الاخر، باه تسمع الراي والراي الاخر يقول لك تكون انسان ذو كفاءه عاليه، باه تنجم تسمع الكريتيك وتتقبل النقد سواء كان ايجابي ولا سلبي. يقول لك تكون ذو كفاءه عاليه جدا وتكون متكون ومتمرس، ما كاش منها تخرجه تعطيه مسؤوليه، يدور له واحد مليه يقول له: ودي نتايا وما خدمتش هذيك وراك دير وراك دير. كاين اللي يكون الرد الفعل تاعه يكون خطير، كاين اللي قادر يضربك. إيبا هذا الانسان اللي عنده رد فعل ماهوش مضبوط لا يصلح للقياده، لا يصلح للقياده، لان يليق له اول حاجه يفوت عليها هي التحليل. هذا الانسان على جاي قال لي هاد، ويقول له يجيب معلومات ويستطلع على الامر هذاك واش كاين ولا ما كانش، عاد من بعد عاد يرد له. المهم هذا فيما يخص الشورى، هذا امر ما تنجمش تهرب منه. في الواقع سواء تقرا الكتب تاع القواعد الاستراتيجيه للقياده والرياده المدراء والرؤساء وكل شيء، سواء انك تروح للسنه النبويه، سواء انك تروح للقران الكريم، غادي كاع تطيح في طريق واحده. نعاودوا نرجعوا للحكايه تاع القرد هذا اللي راح حاكم الغابه. قال لك: بصر بالقرد وهو يحكم، منفوخ كالليث وهو قرد، نافخينه سيدي فلان سيدي القرد. قال لك: يومي باللحظ ولا يكلمه، غير يشوف غير بعينه، ما يهدرش كاع، غير يدير هاك راح، ما عجبهش القط ياك غير يدير هاك هي كملوا. قال لك: له بطانه، البطانه هي بطانه يعني الانسان اللي حبها ربي وعزه له بطانه خير من بينها مستشاريه وكل شيء، الكونسي تاعه وكاع ووزراء تاعه وكل شيء يكون فيهم الخير وكاع، اللي شافوه غلط والله يكاكوه. قال: اودي فلان راك غلط، هذه البطانه الصالحه، رانا غلطنا في ذيك راك غلطت في هذيك، اللي قلنا نوظيفي نسقموه شغل يوجهوه حتى تولي الرعيه تبغيه من التصرفات تاعه. قال لك: كل يا كان انسان شري
يجيب لها ربي بيضانة 15، هذا هو البيضانة. قال لك له بيضانة بها الحمار مدخر للرأي مستشار، هذا القرد عندها حمار هو المستشار. الحمار دروك انت، الحمار احنا في الاعراف وفي قرايتنا واش تقراونا في المناهج، الحمار داينا باللي ماهوش ذكي، يصلح به يكون مستشار، بصح فاني الوجه الاخر الحمار فاني ما يقولكش لا، كي تقول له حاشا كره وترسلها للعقبه يطلع مسكين وما يرفز ما والو. يبقى القرد هذاك يحط الحمار، يعني راه كاين وجهه دروك اللي كان ذكي تقول من المستحيلات حمار يكون مستشار. كي نقول لك السيد ايمن لماذا لا يكون مستشار تقول لي خاطر حمار غبي ما يصلحش. بصح القرد بالك القرد حطه خاطر خاصه واحد ما يفهمش، خاصه واحد حمار باه يضمن القياده تاعه. انا نشوف الوجه الاخر، لانك كونك انت يا مشاهد وانا ملاحظ ماناش كيف كيف، كاين المشاهد وكاين الملاحظ. الملاحظ راه يقرا ويحلل اي حاجه تفوت يحللها، اما المشاهد المشاهد راه غير يستقبل هذا المكان. بصح الملاحظ الملاحظ تلقاه يشوف يدير الكريتيك يدير الاسقاطات يدير كل شيء. قال لك له بطانة بها الحمار مدخر للرأي المستشار، قال لك وفيها البوم بشرى لكل خير. البومة انا عارفه احنا كي تشوفها سيد نكره لطيف تلاقيت انا وبومة، قال لك بشرى لكل خير. احنا هنا كان تحط يعني نجيبوا لك نتاع شركة ودير الرجل الغير مناسب في المكان المناسب، هل تفلح هذه الشركة؟ اكيد لا ما تفلحش. شوف انت لقيت شرح داير بصح حتى عندها شحال من اسقاط، حسبها وحسبها دونك حتى المتفرجين يحسبوها ويحسبوها. وفيها الهر طاهي اللحم في الافراح، القطي طيب اللحم عيب الله. قال لك وفيها البغبغاوات لحفظ السر، عندها البيروكي يحفظ السر، وكل البيروكي تقول له خير يقول لك خير يبيعك نورمال. وفيها الذئب قائم بامر امني، الذئب حاكم الامن، الذئب دخلها في زريبات واش يخلي منها؟ حتى يخلي كان دخلها في زريبات غنم واش يخلي؟ ما يخليش حيه. قال لك وفيها الفيل للالعاب فوق الحبل، فيل دايرينها يلعب فوق الحبل، فيل جو ساك حشحم قنطار نجم ديرها فوق الحبل يلعب، اما لا دارينه للفيل دارينه للالعاب فوق الحبل. قال لك وفيها الدب للزمر وقاع الطبل، يده كبيره كون ضرب في الطبل كاع. وفيها البغل الشاعر المقدم، البغل هو الشاعر، الشاعر يعني هو السبيكر هو المعلق هو اللي حاكم الاعلام، دير فيها البغل. البغل لو كان سقسي تقول له شكون باك يحشم ببو الحمار يقول لك خالي العود. فاني في اي دوله خاصه في التيرموند تسقسي على مستواك الدراسي يقول لك انا كنت في الثوره كان جدي في الثوره و... لك لك تفهم هذا اسقاط اللي نديرها انايا، اما الاسقاط اللي نديرها انت الله اعلم، اما يدروا المشاهدين الله اعلم. فهمت الشيء اللي دار في ذا المملكه؟ قال لك راى الهيصب وما راى فزا ارى، كل الفهد قال له احقا ما نرى، قال له حق وصدق كل ما يفعل هؤلاء الخلق. قال له ما تستغربش الزميل، قال له انت في مملكه العجائب، حتى احنا يا سكان العالم الثالث سواء عرب ولا في الدول الاسيويه ولا لي زافريكا نظن اللي قلنا ينسقموا هذاك القرد ينكلعوه، وهذاك القرد غادي تلقاه في كل مؤسسه تلقاه في كل بلاصه. بصح شوف البيطانه تاعه، فاني اللي قلت تشوف البيطانه تاعه اش راه مخلي اخويا هذاك الدب راه هو الفيل ضرب الطبل غادي يدير له، الفيل راه سيق الراوه باللي هو غادي يلعب فوق الحبل، والبيروكي فهموه باللي هو يكتم السر، والذيب خبروه باللي هو حاكم لا سيكيريتي وكاع. دروك انت هادو كي غادي دير معاهم؟ دروك البروبليم ما جاش غير في القرد، القرد رانا شويه حبات بنان وحنا كملنا معاه سيجينا، والله اللي بغينا نهربوهم نقيسوا عليهم شويه ما بارد، راه معروف القرد شنو يبغي، يبغي البنان الموز ويكره الما بارد، رانا نعرفوا شنو يبغي وشنو يكره. الرفاقه الاخرى كي غادي يصرى معاها هل يستقيم حالها يعني؟ ما يستقيمش. يبقى يدق لها دراسه ويدق لها قرايه ويدق لها فهامه ويدق المناضل يعرف شنو هي كلمه النضال، ويليق السياسي يعرف كلمة شتاهي المفاهيم السياسية، ويليق البرلماني يعرف الرول تاعه والدور تاعه، والوزير يليق له يعرف الدور تاعه، واللي رؤوس الحكومة يليق له يعرف الدور تاعه، خاطش هادو اللي يعرفوا الأدوار تاعهم وخدموا نيشان وتبعوا استراتيجية واحدة محكمة تتصوف أي دولة. خاطش علاه؟ خاطش كل الأطراف راها واعية بالمهمة تاعها، حتى المجتمع في لي ريزو سوسيو هادو كاع اللي يقلك دائما تبسط له باه يروح للاهداف ويفهم، اللي يقلك تبسط له مش يتعلمه الخرطي وتعلمه التفاهه، تجيب له برنامج تافه تخلق بنادم تافه، اللي يقلك تعرف كيفاش توصل له الرساله يفهم. دوك حنا لو كان نعاودوا نرجعوا كيما على سبيل المثال الجزائر في 62 كي ناض بن بلا قال لهم ودي الحكومه تاعكم ما فيهاش ورا دورهم كلي فرونسي ما خلاولناش، الشعب كي كان عندها قضيه اللي هي ثوره واللي هي عندها بيحرر البلاد وحررها اش تدار؟ روح جبد الذهب تاعه ومدها للحكومه، مد ثمن اطنان تاع الذهب وما عرف شحال من طن تاع مجوهرات. هنا الفرد كان عنده هدف، كانوا مأطرينها الثوار تأطر وفهموه بلي الهدف تاعك هو استقلال، الحمد لله استقلينا. دروك قالوا له يا المواطن احنا ما عندناش كحكومه ما عندناش عاوننا، انت يا امراه
انثى بالساهل جيت مد لك ذهبها كاين اللي راجلها وكل شيء وبابت ولاد وما تمداش والله غير مدوه حتى ورجعوا للمصادر حتى رجع الخطاب ثلاث خطرات هو يهضر بن بله قال لهم يا الشعب صايي بزاف رانا درنا في من الاطمان منا تخبرك الشيء اللي خلاهم يديروا هذاك الثقه ثقه 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 في النخبه هذيك كانت ثقه يا هل ترى كاين اليوم ثقه نديروها 5% ولا 10% نديرها 20% و 80 وين راها اللي قلبي خلوا الشعب والمواطنين يثقوا فيه بارك الله فيك الله يلقينا ملاقات الخير دمتم في رعاية الله وحفظه إلى الملتقى إن شاء الله.